السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي سنخصصه لعملية إجلاء العالقين المغاربة العالقين في مختلف دول العالم، وأيضا المغاربة العالقين داخل المغرب والذين يودون السفر إلى خارج المغرب. إذا مرحبا بالجميع، وسعيد جدا بالتواصل معكم. تكلمنا مؤخرا على المغاربة العالقين في كندا، ويعني كانوا من بين المحظوظين اللي تم إرجاع واحد العدد منهم إلى المغرب، والإخوان في الولايات المتحدة يعني باقين كيتسناو، باقي حتى شي طائرة ما رجعت من أمريكا وأيضا من مجموعة من الدول الأخرى. النقطة المهمة في هذا الموضوع وهي هذه النتائج اللي ظهرت اليوم من بعد الفحص اللي دار للناس اللي مشاو كاملين، النتائج ديال الفحص ديالهم خرجات سلبية، يعني حتى شي واحد ما عنده الكوفيد 19، حتى واحد ما عنده الفيروس ديال كورونا. المغرب يعني منذ البداية لعب خطة دفاعية في هذا الجانب هذا، وما بغاش يغامر بفتح الحدود مخافة أن الناس يرجعوا للمغرب محملين بالفيروس، ويعني تم نقله إلى المغاربة المقيمين في المغرب. سي محمد كيسولنا على السعودية، كما قلت لك سي محمد، يعني العملية يلاه بدأت مؤخرا، والمغاربة الإدارة المغربية كتعامل بنوع من الحذر، لأنه في بداية هذه الجائحة كانوا رجعوا واحد العدد من المعلمين اللي كانوا جاوا من مصر، كانوا في رحلة إلى مصر، ومن اللي رجعوا من الرحلة ديالهم رجعوا بواحد العدد كبير ديال الحالات. وأكيد أن هاد الناس هادو نقلوا العدوى للمواطنين آخرين. إذا السلطات المغربية بقات خايفة من أنها تفتح المجال او لا تخلي الحدود محلوله، ويدخلوا اعداد كبيره ديال المواطنين المغاربه ويجيو مثلا من دول اللي كان فيها الانتشار كبير بزاف، مثلا ايطاليا، ويتم نقل العدوى الى المغرب، والمغرب يعني الامكانيات دياله محدوده. هذا امر لا يخفى على احد. المغرب ما يمكن ليهش يعني يتحمل أن النسبة ديال 20,000 ولا 30,000 شخص مثلا يتقاصوا، ما عندوش أو لا غير مجهز باش أنه يتعامل مع وباء بهذا الآثار السلبية. إذا أشنو دار؟ سد البيبان منذ البداية. كان هناك واحد، يعني كان ممكن تعطى واحد الفترة زمنية للمواطنين، كيف ما مثلا في مجموعة من الدول كيعلموا الناس، كيقولوا لهم من بعد أسبوع، من بعد أسبوعين غادي تسد الحدود. وهنا في كندا الوزير الأول كيوجه نداء للمواطنين اللي هم متواجدين خارج كندا، تيقول لهم بأن أحسن مكان تكونوا فيه الأسبوع القادم مثلا هو المنزل ديالكم. إذا اللي مسافر خارج كندا يدبر الأمور ديالو ويشوف شي طريقة باش أنه يرجع للمنزل ديالو، للبلدة، للقرية، للمدينة ديالو، باش ما نوقعوش في هاد المشكل اللي واقعين فيه الآن. عدد كبير من الكنديين اللي باقين عالقين في مجموعة من الدول، ومرة مرة كيديروا دي فيديو كيتكلموا على الحالة اللي هي صعيبة اللي كيعيشوها. والحكومة الكندية يعني مادام الحدود مغلقة راها مغلقة، يعني ما عندناش ما غادي نديرو. وحتى منين دار حل مثلا للكنديين اللي كانوا عالقين في المغرب، راه الحل دار بالفلوس. ولو انك شاري البيي ديالك الي روتور، بغيتي تبقى جالس كتسنى حتى تقاد الامور وتشوف مع الشركة ديال الطيران ديالك وعاد ترجع، تبارك الله
بغيتي ترجع في الوقت الفلاني راه خاصك تخلص. يعني ولو ان المبلغ الى حد ما بالنسبه للمواطن عايش في كندا راه مبلغ ماشي كبير، مثلا 1000 دولار، ولكن كيبقى ان هذه الدول هذو ما كتصدقش ملي كتبغي تقدم لك واحد الخدمه خاصك تخلص عليها. يعني في نفس الطائره ديال الخطوط الملكيه المغربيه، الناس ديال كندا اللي جاوا من المغرب في اتجاه كندا خلصوا البيي ديالهم، الناس اللي كانوا عالقين في كندا ومشاو للمغرب مشاو بالمجان، ما خلصوا حتى شي حاجة. فرنسا في كل مرة كتنشر شي بيان ديال الطائرة اللي غادي تطير من المغرب او لا باخرة غتمشي، كيديروا الثمن حداها. يعني دي امور ماشي كيحشموا فيها، ولا كيقول لك عندك الفلوس مستعد تخلص مرحبا بك غنديوك، ما عندكش الفلوس وباغي تسنى الوقت المناسب لان الطيران يرجع الى يعني الى العمل ديالو بطريقه عاديه، وتشوف مع الشركه ديال الطيران ديالك ولا النقل ديالك وتفاهم انت وياهم وتجي هذاك شغالك. الان النقطه المهمه جدا في هذا الشيء هذا كامل هو ان المغاربه اللي جاوا من كندا ومن اي مدينه، من المدينه اللي كتعرف اكبر حالات انتشار ديال الوباء في كندا اللي هي مدينه موريال. مدينة موريال فيها الربع ديال الحالات ديال الكوفيد 19 اللي كاينين في كندا كاملة، كاينين غير في موريال بوحدها. طائرة مشات من موريال، يعني كاين هناك تخوف على أنه واحد العدد ديال الناس غادي يجيبوا معاهم الكوفيد 19، اللي تبين هو أنه عدد الحالات يساوي صفر. إذا هذا كيوضعنا أمام تساؤل، واش ماشي هاد الشيء هذا هو رسالة للحكومة المغربية للدولة المغربية باش أنها تسرع من وتيرة إرجاع المغاربة العالقين خارج المغرب وإطلاق المغاربة العالقين داخل المغرب باش أنهم يغادروا المغرب. إذا إذا كانوا هاد الناس جاوا من البؤرة الأكثر سخونة في كندا، ويمكن من بين المدن اللي كتسجل أكبر نسبة ديال الإصابات في كل مليون مواطن أو في كل 100,000 مواطن هي مدينة موريال، ومع ذلك العدد ديال الإصابات ولا العدد ديال الناس اللي هما مرضين يساوي صفر. فإذا تنظن بأن هذه رسالة واضحة المعالم إلى أن بالإضافة لأن الدولة المغربية تحكم قبضتها الآن على الناس الوافدين بأنها تستقبلهم في المطار، كتديهم الفنادق، كيديروا حجر صحي. الآن تم إقرار حجر صحي ديال 48 ساعة، إلى تبين من خلال النتائج أن الشخص لا يحمل الفيروس يمشي يكمل الحجر الصحي ديالو في المنزل ديالو. إذا تنظن بأن هناك مجموعة من الإشارات، مجموعة من العلامات اللي توحي الى انه خاص يكون واحد الانفراج اللي يمكن المواطنين المغاربه باش انهم يلتحقوا بارض الوطن، وايضا يمكن المغاربه العالقين في المغرب باش انهم يخرجوا من المغرب ويلتحقوا بالبلدان ديال الاقامه ديالهم. مجموعه ديال الاخوان من دول مختلفه، وخصوصا يعني كاين الناس اللي في افريقيا، كاين الناس اللي في السعوديه، اللي في مجموعه ديال الدول ديال الشرق الاوسط، ايضا مجموعه ديال المغاربه اللي هما عالقين في اوروبا. يعني كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي هما عالقين، وكل واحد والمشاكل اللي كيعيشها، كل واحد كيجر من مراه واحد الكم هائل من المشاكل اليوميه اللي كيعيشها بسبب هذا الوضع هذا اللي كيعيشوا. إذا كنظن بأن الحكومة الآن مطالبة بتسريع وتيرة عملية ترحيل المواطنين المغاربة. الحكومة يعني قررت أنها تكلف بالمصاريف ديال نقل هاد المواطنين، ولو كيجي واحد يقول لك لا لا راح حنا مخلصين الروتور، راه العالم اللي عالق كامل مخلص الروتور، كامل اللي حاصلين في دول أخرى ومن جميع الجنسيات كلهم مخلصين الروتور، ولكن انت عندك مشكل مع شركات الطيران ما خداماش،
عندك مشكل مع بلد سد الحدود ديالو. اذا الا كان شي حل استثنائي راه فيه مصاريف اللي هي استثنائيه، الا كاين الناس اللي هما مستعدين انهم يعني يخلصوا مقابل انهم يجيو. الان الخطوط الملكيه، ماشي الخطوط الملكيه المغربيه ولكن خطوط طيران كندا اير كندا، يعني كتوجد لانها حتى هي غادي تقوم برحله، واكيد اير كندا ما غاديش تعطي مقاعد بالمجان. اللي بغى يجي وماشي الوقت ديال السفر ديالو ولا مقطع مع شركات اخرى غادي تفرض عليه على انه يخلص. اذا يعني كاينين واحد العدد كبير ديال المغاربه اللي هما عندهم امكانيات ماديه قادرين يخلصوا باش يجيو. اذا علاش ما نكسكليوش هاد الناس هادو، نحيدوهم، نخرجوا دي فول كوميرسيو اللي بداو يعني رحلات تجاريه اللي تبدا تشتغل وتخلص من عدد هاد الناس وتجيبهم. غيبقى هاد العمل اللي نقول عمل خيري بين قوسين اللي كتقوم به الدوله، العدد ديال الناس اللي غيستافدوا منه غادي يقل وغادي يولي عدد اللي هو صغير بزاف. ممكن الاستعانه بشركه بحال اير كندا ولا شركات امريكيه باش انها هي تقوم بهذه العمليه مقابل واحد المبلغ مادي. المغرب اللي غيبقى ليه هو انه يتكلف بهاد الناس ملي وصلوا الى المغرب 48 ساعه ديال الحجر الصحي، اجراء التحاليل، ما بانت حتى شي اعراض على الناس، تلقوهم يمشيو للديور ديالهم باش يكملوا الحجر الصحي في المنازل ديالهم. اذا الان ولينا امام واحد الضروره، الناس اللي في السعوديه كل شيء يخلص. اذا الناس السعوديه مثلا عندهم الفلوس، الناس في الامارات خدامين عندهم الفلوس، الناس في الولايات المتحده عندهم الفلوس، لو ريسك ديال ان هاد الناس يجيبوا الكوفيد 19 الان تبين بان من خلال التجارب اللي دازت لو ريسك ايغال زيرو. لانه لو كان هاد الناس هادو عندهم اعراض في البلدان الاقامه اللي هما فيها، لو كان راهم مشاو للسبيطار او جاو داوهم. اذا مادام كاين لو ريسك زيرو، مادام الناس قادرين يخلصوا، باش حقا ما يبقاش هذا المشكل بان الخطوط الملكيه المغربيه دارت، ممكن الدوله المغربيه تتعامل مع شركات طيران اخرى. عندك عمل تجاري غديرو، غتجيب هاد الناس غيخلصوا القد والقد، غتجيبهم توصلهم لنا للمغرب في اطار الرحلات اللي هي استثنائيه، والدوله المغربيه تستمر في تنظيم هاد الرحلات المجانيه اللي كتقدمها للناس اللي هما معوزين، اللي هما الظروف ديالهم صعيبه، اللي هما مراض، اللي هما كبار في السن، اللي هما اطفال، اللي هما معاقين. تستمر الدوله المغربيه في هذا العمل الجيد اللي كتقوم به. قريت بعض التعاليق البارح واليوم بان راه واجب على الدوله المغربيه باش انها دير وتفعل وترك، وناس مثلا في الولايات المتحده تيقول لك راه واجب، ونقول للدوله ديال الولايات المتحده قول لها راه واجب عليك انك مثلا تجيبي المغاربه الامريكيين الجنسيه اللي راهم كاينين في المغرب. ما كاين حتى شي دوله الان اللي كتعامل بهذا المبدا ديال راه المسؤوليه ديالها انها واحد مثلا مشى للكاريب والكوفيد 19 بدا والعلامات بدات كتبان في ايطاليا والصين غرقات وهو با جالس مع راسه كيتبحر، واليوم يجي يحمل الدوله مثلا النرويجيه يقول لها راه مسؤوليه ديالك انك تمشي تجيبيني. اذا تنظن بانه الانتقاد عنده ضوابط، والفم اللي ما كيقدرش يخرج كلام طيب في حق عمل طيب، تنظن من الاحسن انه يكف عن الانتقاد، لان هذا العمل هذا ما هوش واجب ديال الدول. لان يعني الدوله الكنديه ولا الدوله الفرنسيه ما عندها حتى شي سنتيمون ديال ان انا مرغمه باش انني نمشي مثلا للجزائر نجيب مواطنين كنديين عالقين في الجزائر. لا خويا شداك التم، ولا مشيتي ملي بدات الجائحه كنتي تدبر الامور ديالك، كان ممكن انت مثلا مقطع مع اير الجيري والشركه ديال الطيران اير الجيري مثلا وقفات ما بقاتش خدامه، الطياره سيدي لاوروبا ومن اوروبا اجي لهنا تسلف تدبر الامور ديالك. هكذا كتتعامل يعني كل الدول. اذا هذا الاجراء ديال المغرب يمكن هو اجراء وحيد عبر العالم، البلد الوحيد اللي كيجيب الناس ديالو فابور وكيجلسهم في لوطيل فابور وكيتنقل بهم فابور وكيعطيهم الماكله فابور هو المغرب. اذا كما قلت كاين واحد العدد كبير ديال الناس عندهم الفلوس، عندهم القدره باش انهم يخلصوا البيت الطياره ديالهم. عندنا في السعوديه 300 الناس قادرين يخلصوا،
نعيطوا لطيران سعوديه ولا طيران ديال شي دوله من الدول، شحال غادي تشارجي لينا باش تجيب لينا هاد الناس القد والقد هاك ها هما، راه غيخلصوا كل واحد غيخلص فيهم المبلغ ديالو وغادي تجيبهم لينا. كتبقى المسؤوليه ديال المغرب تعليق تيقول بان الناس يعني الى حد الان لم يقدروا الموقف ولم يفهموا، باقيين يعني ما فاهمينش، بنادم غير تيخرج ويبدا كيغوت، والدوله ما دارت ليناش والدوله ما فعلت ليناش والدوله. انا غنعاود نرجع عاوتاني للمثال ديال الامير مولاي هشام، انت لو ستاتيو ديالك ما غاديش يكون احسن من لو ستاتيو ديال الامير مولاي هشام، واللي عرف بان القضيه غادي تخمج وغادي تجلخ مشى للمكان اللي باغي يجلس فيه وكون الارض. عبد الرحمن العضراوي شيفور ديال الكاميو كان في كاليفورنيا، شاف القضيه مرفسه ولي زوتوروت في الميريكان بلوكين، الناس ما مسوقينش، وعرف بان الميريكان غادي تضربها الجايحه، رجع بحالته لمونريال وجلس الارض. اذا هي في الدرجه الاولى المسؤوليه ديال المواطن، يعني قبل ما تكون مسؤوليه ديال الدول. فرنسا كتجي كتحط لك اعلان كتقول لك النهار الفلاني عندنا الطائره من البلاصه الفلانيه، دبر لراسك. تقول لك حنا غنجيو نهزوك ولا غنجيبوك ولا الطياره مثلا كاينه من مراكش، والبيره ساويه 1740 دولار مثلا، قادر تخلصها وتوصل للمطار مرحبا بك، ما قادرش تخلصها ما تجيش تقول لنا الدوله الفرنسيه كتحمل المسؤوليه ديالها. نو، كاينين المغاربه اللي هما تيحملوا الجنسيه الفرنسيه راهم باقيين عالقين في فرنسا، لان كاع الرحلات اللي دازت كاملين القنصليات دائما كينشروا بيانات كيقولوا راه باقي لنا 10 ليبيي، باقي لنا 50 ديال ليبيي، ولكن هاد المغاربه ما عندهمش هاد الامكانيات الماديه، ما قادش يخلص هاد 1700 اورو ولا 1400 اورو، جالس مكمش مع راساتو كيتسنى حتى وكان تفرج ويمشي ويركب في الباخره ولا يمشي في الكار ولا يمشي في وسيله اللي هي رخيصه. اذا سي طيب ملاحظه في محلها وانا اشرت لهذه النقطه، تقول بان المغرب ما عطاوش فرصه للناس باش يجيو بحالهم، المغرب جالسين ما علينا ما علينا، ما بينا حتى دار داك القضيه ديال عتاجه، عتا هبط الريدو راق صافي سالينا سدينا. يعني هذا خطا فادح اللي ارتكبته السلطات المغربيه، كان على الاقل تعطى واحد 15 يوم للناس يا ودي راه الامور تستحيل وتستعصي يوما بعد يوم، راه حنا من هنا 15 يوم غادي نسدوا الحدود. اذا اللي كاين في اسبانيا وسمع هذه الهضره يدي ماري الطوموبيل ديالو ويدخل، اللي عنده الامكانيات الماديه والفول ديالو باقي حتى من هنا 20 يوم غيقطع فول اخر، واخا يمشي لاوروبا يمشي لاسيا يضرب الدور على الكره الارضيه، ولكن غيوصل للمكان اللي هو باغي يمشي ليه قبل ما تسد الحدود. اذا هذا اللي عطى، لان هذه ازمه وفي الازمه اللي هي لاول مره كتوقع في العالم، وكيف ما قال المسؤول الاول عن قطاع الصحه هذا الصباح هذا ديال كيبيك، قال بان هذا الشيء هذا سوني با دو لا سيونس بور، راه ماشي واحد زائد واحد تساوي اثنان، راه الا قلنا لكم شي هضره الاسبوع اللي فات واليوم جينا قلنا لكم نقيض ديك الهضره، راه حنا ما كنديروش العلوم اللي هي اون سيونس بور، راه كل نهار ونهارو وسيت اون سيونس اللي راه حنا كنمارسوها اليوم اللي هي صالحه لواحد الوقت معين لواحد الفتره زمنيه معينه. اذا كل شيء كيتعلم وكل شيء كيتاخذ قرارات لاول مره، وهناك من يصيب وهناك من يخطئ، ولكن المغرب طبق ذاك المبدا ديال الباب اللي يدخل لك منه الفيروس سدو واستريح. يعني واحد اللحظه فهموا بانه راه الفيروس كيدخل بشكل كثير من الخارج، اذا واش غنبقاو حنا كنتسناو حتى يوليو عندنا الملايين ديال الحالات ونبقاو حاصلين هنايا؟ اللهم نسدو الباب. اذا اكرر مره اخرى، كان ممكن انه يتفتح المجال للناس باش انهم يدخلوا قبل ما تسد البيبان، ولكن اللي عطى الله عطاه. الان حنا في هذه المرحله هذه اللي حنا فيها، كما قلت مره اخرى، الناس اللي كيرجعوا بصفر حاله ديال الكوفيد 19. اذا اشنو باقيين كنتسناو باش اننا نفتحوا المجال امام عوده المغاربه العالقين في الخارج، وخصوصا الناس اللي قادرين يخلصوا. مثلا في كندا عندنا 1000 ديال الناس اللي عالقين، لنفرض هذا غير مثال، انا كنعطي المثال،
غنبقاو كنتسناو حتى وكنتوفروا لينا ثلاثة ديال الطيارات باش يمشيو يجيبوهم. لا سيدي، علاش؟ عندي من بين هاد الألف ديال الناس مثلا 600 قادرين يخلصوا الفلوس. عيط لإير كندا، الطيارات هما عندها غير واقفين هنا. بشحال باش تقدروا تجيبوا لينا الناس؟ مثلا غنشارجيوكم 1000 ولا 1200 ولا 1400 دولار، عدد ديال الناس كثير اللي قاد يخلص هذا المبلغ. إذا حيدوا هذه الفئة هذه ديال المواطنين اللي هي قادرة تخلص، وتكلفوا انتم بالحالات الإنسانية اللي باغيين تجيبوها بالمجان. ولكن الإجراءات اللي كتدار في المغرب غتبقى هي هي. أي واحد جا من الخارج غادي يدوز 48 ساعة وتدار ليه التحاليل، ما عنده حتى شي حاجة، يمشي للمنزل ديالو ويكمل 48 ساعة. حتى الشعوب بأكملها، وتنظن ولو أنه كاين بعض التجاوزات وبعض الازدحامات، ولكن هناك واحد الحس جماعي، واحد الوعي جماعي اللي بدا كيتطور وبدا كيبان على المواطنين في طريقة التعامل مع هذا الفيروس. إذا الفيروس راه أصبح منا، أصبح واحد من العائلة، ما غاديش ينقرض غدا ولا بعد غدا. سواء هاد الناس جاوا ولا ما جاوش، الفيروس كاين كاين، ولكن الدولة مطالبة باش أنها تسرع من وتيرة إرجاع هاد المواطنين العالقين خارج المغرب، وأيضا إفساح المجال أمام المواطنين العالقين داخل المغرب. ويجب التعامل بالمثل مع الدول. من اللي كتجيك دول كتقول لك راني غادي نفتح المجال النهار الفلاني، وانت كتبقى معطل، ما كتعطيها حتى شي اخبار. هي فتحت المجال من جهتها وانت ما بغيتيش تجاوبها، غتعامل معك بالمثل. حتى هي غتقول لك راه حنا اون اكسكلو لو ماروك من هاد لا ليست هادي، وما غاديش نخليو الناس يدخلوا ويخرجوا من المغرب. اذا يعني خاص حتى الجهات المسؤوله المغربيه تكون يدها على القنص. منين تسمع شي مبادره مثلا الدول ديال اوروبا راه اتفقت باش انها تفعل، خاصو تا يخرج بيان ديالو باننا مستعدين اننا نستقبلوا الناس ديال الاتحاد الاوروبي بالشروط الاتيه، كذا وكذا وكذا. غادي تكون اجراءات في المطارات، غادي تكون الزاميه الحجر الصحي. الناس كما قلت اللي عندهم امكانيات ماديه قادر تخلص لوطيل ديالك، قادر تخلص الطياره ديالك، الاسبقيه والبقيه ديال الناس غادي يبقاو يعني تكلف بهم الدوله بطريقه اللي كتقوم بها الان. اذا من بين كما قلت راه هاد لا فاسون دو كومباتر لو فيروس كوفيد 19 سو ني با دو لا سيونس اي سو ني با دو لا سيونس بور. انوار تيقول لنا الفيروس يفقد قوته القاتله في الصيف ويزداد فسكا في الشتاء. هذه كلها كانت فقط مجرد كلام، مجرد اشاعات عني انا كمواطن فندتها في حينها، لان الفيروس كان انذاك ينتشر في السعوديه. كيقول لك بانه راه الفيروس ما غاديش يكون في الاماكن الساخنه او غينقص في الصيف، هو راه كاين في اماكن اللي فيها اكثر من 40 درجه، كيتواجد بشكل كبير. مثلا في كاليفورنيا انذاك في شهر 3 ولا شهر 4 درجه الحراره كتوصل 30 درجه فوق الصفر. اذا هذه المعلومات اللي كان يتم تداولها بانه راه بمجرد ما غادي يدخل الصيف الفيروس غادي يموت، ما غاديش يبقى، بمجرد ما غيبرد الحال الفيروس غادي يموت. الفيروس كاين، غادي يبقى معنا، هو حتى هو كيلبس. ملي كيوصل الصيف كيدير دي باردو، كيحيد كاع الحوايج، كيبقى مزبط. ملي غيجي البرد غيلبس حتى هو الجاكيطا وغيدير الكاشكو ويدير الطربوش. الفيروسات هي هذه، الفيروسات حتى هي تتأقلم وكتطور نفسها، تتعيش في واحد الدرجات ديال الحراره وكتعرف كيفاش دير التعايش معها، والانقراض ديالها راه سي با بور دوما. اذا تنتمنى ان الرساله تكون وصلت للجهات الرسميه في المغرب. العوده ديال المغاربه كندا يمكن اخذها بعين الاعتبار واعتبارها كنموذج كمثال. اكثر من 300 ديال الناس اللي جاوا وعدد الاصابات صفر. منين جاوا هاد الناس؟ جاوا من موريال. موريال هي المدينه الاكثر انتشارا فيها الفيروس على صعيد كندا باكملها. اذا لو ريسك الي مينيم. كما قلت الناس الا فيهم الكوفيد راه غيكون باين فيهم في كندا، وغيكونوا في الحجر الصحي في كندا، ما غيخرجش وغادي يزعم وغادي يجي عندك الطياره باش يدخل للمغرب. اذا بشويه ديال الاجراءات في المطارات، المتابعه اثناء وصول المواطنين الى المغرب، تنظن بانه حان الوقت من اجل فسح المجال امام هؤلاء المواطنين للعوده
الناس مثلا اللي في اسبانيا ولا في سبته ولا مليليا والسيارات ديالهم مستفه على جنبات الطريق منذ ايام، تنظن بان هذه امور ما حناش في حاجه اليها في الوقت الراهن. يعني ذاك الوقت ديال الخلعه داز في البدايه، هذا الشيء كان جوستيفيه، كتخاف بانه الا مشيتي تحليتي الباب غادي تجلخ الدنيا والمغرب غادي يعجز انه يتعامل مع هذه الحالات. ولكن الان صافي، وقت الخلعه راه داز، الان راحنا تاقلمنا مع الاوضاع، ويعني السلطات المغربيه الجير لا سيتوياسيون، اذا لا حاجه باش ان الناس يبقاو جالسين برا خارج البلد. السعوديه ومصر الحراره اكثر من 40 درجه والفيروس كيتزايد. اذا هذه مجموعه من المعلومات كما قلت لكم، يعني مجموعه ديال المعلومات اللي تعطات في الاول كانت غلطه. اذا حتى الناس اللي خرجوها اليوم راه امامهم وقائع اللي غتخليهم يتراجعوا على مثل هذه التصريحات. راه اكادير وصلوها العالقين بكندا، وتهلاو فيهم، تهلاو في الناس ديال كندا والناس ديال اكادير. انوار كيقول الفيروس لا تؤثر عليه الحراره، لكن تقل حده الفتك في الصيف، والحراره لا تقضي عليه كليا حتى في 60 درجه. اذا الفيروس راه كما قلت لكم، الصيف راه داير الكليماتيزور عايش معانا في البرد، راه غيلبس حتى هو الجاكيطه وغادي يتغلف مزيان، و الي لا بور فيفغ، ماشي باش يخرج معانا. اليوم 55 درجه ديال الحراره، اذا 55 درجه والفيروس يعني حاضر ناظر، ما قضى عليه والو. كنستعمل غير الهاتف ديالي في اللايف، ما غاديش نقدر نشوف الرسائل والصور. اذا الهدف من هذا الفيديو هو هذا، هو انني نوجه رساله للسلطات المغربيه باش انها تكثف من وتيره ارجاع المغاربه العالقين، وتفتح المجال امام الناس اللي هما عندهم القدره الماديه باش انهم يخلصوا التذاكر ديالهم، على غرار ما يحدث للجاليه الفرنسيه او للمواطنين الفرنسيين العالقين في المغرب، او المواطنين اللي من انجلترا حتى هما نفس الشيء، داروا لهم طائره، داروا لهم الثمن. الناس عندهم امكانيات الماديه خلصوا، كاين ناس اخرين اللي يعني ناس اغنياء اللي في البدايه الجائحه شدوا طائرات بريفي خرجوا بهم من المغرب. ف انسان بحال هذا لا شاد واش جالس كيدير عندك في المغرب، ولا اش مخليه جالس كيدير خارج المغرب. ولا حيدتي هاد الحالات هادو ديال الناس اللي قادرين يخلصوا، على الاقل العدد غير قلال، غيبقى لك واحد العدد اللي هو قليل اللي غادي يسهل التحكم فيه مع مرور الوقت. راه الفيروس كينتشر في الهواء، هذه المعلومات الجديده، انا ما بقيتش كاع كنعمر راسي بهذا. الفيروس راه ينتشر على بعد 4 الامتار، على بعد مترين، على بعد متر ونص، المهم الفيروس راه كاين. انتشر بالهواء ولا انتشر في الماء ولا انتشر باي طريقه من الطرق، راه بحاله بحال باقي الفيروسات، غادي يعيش معنا واحد المده، يقدر كاع يطول معنا. اذا يجب التاقلم معاه، ويجب التصرف بحكمه. مثلا كنتحركوا قبيله في واحد المركز التجاري، الناس صافي داروا لي فلاش، ها منين تدخل ها منين تخرج، المراحيض حاطين شخص حداهم كيدخل بالواحد بالواحد، واحد يدخل واحد يخرج. اذا يجب التاقلم في طريقه التعامل مع هذا الفيروس والتعايش معه الى حين انه يخرج الفيروس، يخرج اللقاح ديالو. اودي الصين واش عطات المعلومات؟ الصين ما عطات لا معلومات لا حتى شي حاجه. الصين لو ان تعاملت بجديه مع هذا الموضوع وعطات المعلومات الصحيحه في البدايه، لا اظن انه كان غادي يوقع الشيء اللي وقع مثلا في ايطاليا. لو ان الصين كانت تقول لك راه كيتصابوا عندي 20,000 واحد في النهار مثلا، والعدد ديال الموتى 10,000 ولا 5,000 في النهار واحد، كانوا الدول كلها غتجمع راسها. ولكن الصين كانت كتقول لك عندي 20 حاله، 10 الحالات، 100 ديال الحالات. دابا عاد لو كيقول لك احقا والوادرا، الارقام لم تكن مضبوطه. ايوا لم تكن مضبوطه، شكون اللي ما كانش كيضبطها؟ ما كانتش كتضبطها وزاره الصحه ديالكم. حال الناس المغاربه الحاملين للجنسيه الكنديه، الجنس اللي حاملين للجنسيه الكنديه راهم جالسين مع راساتهم في كندا، اللي خارج على برا من كندا
ما عليه الا بالصبر. يعني كندا ما كاين حتى شي واحد كيعيط لها ويقول لها راه المسؤوليه ديالك كندا، خاصك تجيبي طائره خاصه وتجي تهزينا وتدينا وما ديريش باك صاحبي. يعني الناس فاهمين انهم غلطوا انهم بقاو خارج كندا من بعد التحذيرات، والتحذيرات اللي وجهوها سواء الوزير الاول الكندي جوستان تريدو ولا الوزراء الاولون في باقي المحافظات. دونك اللي دارها بيديه كيتكمش وكيعطي الموجه بالظهر حتى وكان دوز، وديك الساعه يسهل الله كيفاش يدير يرجع لكندا. طاهر كيقول لك الفيروس كاين ولكن لا يقتل. سي مبارك كيقول هاد الحكومة المغربية والمسؤولين بصفة عامة واخا تبقى تهضر ليهم في ودنيهم كل صباح. لا لا هادشي ماشي صحيح، الحكومة تتفاعل مع ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتفاعل بشكل كبير ما عدا في بعض الملفات بحال دابا شي وزير ما ديكلاراش العمال ديالو، هذه قضية فيها صعيبة شوية ما كيكونش التفاعل. ولكن هناك الكثير من المواضيع اللي كيتم إثارتها في مواقع التواصل الاجتماعي وكيتعاملوا معها بالحيل. سي أنوار بارك علينا الله يعطيك الستر من هذه المعلومات، يعني المعلومات العلمية لحد الساعة باقا ليست مضبوطة، خلي هذا الشيء حتى يصدر عن يعني الجهات اللي هي مختصة في المجال. المغرب رجع حوالي 10,000 ديال المواطنين عالقين ولم يسجل وسطهم هذا العدد إلا حالات قليلة جدا، هذا دليل على أن الحجر الصحي في المنزل كافي لطي هذا الملف. إذا هذه هي الفكرة سي طيب، هذه هي الفكرة اللي كان نتكلم عليها اليوم، وهذا الشيء اللي بغيت نوصل هو أنه مادام يعني جاو الآلاف المؤلفة ديال المواطنين المغاربة وما كاينينش حالات، إذا تلقوا اللعب لعباد الله، ولكن خليوا الأمور سو كونترول، مي خاص هذا الملف هذا يتطوى في اقرب الاوقات. يديروا قافله في دول العبور ثم يديروا التحاليل، سلبي يدوز ايجابي يبقى، حيت يرجع سلبي ويدخل. ممتاز هذا حل ممتاز، ولكن دول بحال دابا مثلا مغاربه المغرب غيعيط لكندا يقول لها بغيناك ديري لنا التحاليل، مغاربه كندا راه كدير التحاليل بالمجان للمواطنين، ولكن الا طلبت هادو ولا اخرى راه غادي تضربوا النيف حتى ينقص. ما عرفتش واش غادي مثلا تخلي واحد، هي فكره ممتازه جدا، شكون هو صاحب الفكره؟ زير سليم ازير دان صاحب هاد الفكره انه تدار التحاليل في البلد ديال الاقامه، سلبي طلع الطياره، ايجابي ارجع واحد جوج سيمانات عاود ولي، ترجع مور جوج سيمانات التحاليل ايجابي رجع عاوتاني سلبي طلع الطياره. سي انوار لا داعي للاسف ولا التاسف، لان هاد المعلومات اليوم كي تتخرج معلومه وغدا تيخرج نقيض هاد المعلومه، اذا اللهم صبروا شي شويه حتى ان شاء الله الساده العلماء اللي هما منكبون على دراسه كل ما يهم هاد الكوفيد 19 يخرجوا لنا بالخلاصات النهائيه، ديك الساعات نفهموا كيفاش هذا الفيروس كيعيش، شنو اللي كيضرو، شنو اللي ما كيعجبوش، شي ماكله مثلا ما كيتفاهمش هو وياها، شي مساخن كيقضيو عليه، هذيك الساعه غناخذوا المعلومه يعني على اساس انها معلومه صحيحه وحقيقيه ونهائيه. ما هو السبب الحقيقي وراء عدم فتح الحدود؟ وهو التخوف من انتشار الوباء، لان يعني المغرب الامكانيات ديالو على قد الحال، ولا مشى حتى انتشر الوباء عنده بحال الشكر ديال مثلا ديال الاكواتور اللي بقى بنادم غير مليوح في الزناقي ميت، المغرب ما عندوش القدره باش انه يواجه حاله بحال هكذا. طاهر معلومه ممتازه ايضا، تيقول المغرب 240 وفاه في 4 ديال الشهور، هذا راه رقم معتاد جدا، هذا الرقم شهريا كيتوفى في مراكش. اذا 240 وفاه من اصل 36 مليون راه يمكن كما عطاو شي مثال شي مره على عدد الناس اللي ماتوا بالطياير، قال لك عدد الناس اللي كيموتوا بالحمير
اما كيزرق من الحمار كيطيح، ولا كيضربوا الحمار كيطيحوه في بير، ولا كيركلوه كيقتلوه. عدد الناس في كل عام اللي كيموتوا بالحمير اكثر من عدد الناس اللي كيموتوا في الطائرات. اذا العدد لحد الساعه اللي ماتوا في المغرب مقارنه مع 36 مليون، احنا ما كنتمناو حتى لشي واحد ان يموت، حتى شي واحد ما يمرض، حتى واحد ما يتصاب، ولكن حسابيا راه العدد قليل جدا مقارنه مع عدد الناس اللي كيموتوا بالسل، اللي كيموتوا بالسرطان، اللي كيموتوا بامراض عديده اخرى. سي يوسف كيقول لكم ديروا هاشتاغ اعيدوا المغاربه العالقين، زلزلوا الفيسبوك حتى تصل الرساله لذوي الاختصاص لحل مشكله المغاربه العالقين في كل الدول. اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، وقفوا مع المغرب، ولان المغرب تعطل، المغرب ما تجاوبش. اما بمجرد ما خرج البيان اللي كيقول بان الدول الاوروبيه كلها كتفتح، يقول لهم المغرب حتى انا فاتح، ويفتح يا سمسم فتحتوا انتوما حتى احنا فاتحين، الله يفتح علينا كاملين، اللي يفتح معنا نفتحوا معاه. هل صحيح ان بلجيكا اللي قريتها اليوم حتى هي سدات؟ سي عمر رأيك في الدكتور الفايد اليوم؟ حنا ماشي موضوعنا هو الدكتور الفايد. حوادث السير راه في عام كيموتوا فيه 4000، اذا راه في شهر كيموتوا قرابه 400 ديال الاشخاص في حوادث السير في المغرب. هذه غير المعلنه واللي يتم تسجيلها، اما اللي كيتضرب ويمشي لدارو يموت كاع ما كيتحسب. Il est temps que le Maroc ouvre ses frontières, c'est la seule saison où les ressortissants pour reprendre l'air de leur patrie. Ouais, المسألة ماشي قضية باتري، المسألة هي ديال تفشي الوباء. المواطن المغربي في المغرب التزم بالحجر الصحي حتى نسهل المأمورية على المسؤولين أن يركزوا على المغاربة العالقين. وطلق عليهم القايدة حرية، واللي حصل على برا كيدور ما ملتزمش بالحجر الصحي غادي يكرموه. واش المساعدة بين الدولة ما كانش يعني ممكن يعملوا ليهم تحليلات كل دول العالم؟ هذه هي الفكرة اللي طرحها الأخ قبيلة، وفكرة ممتازة جدا. يعني عندنا 1000 ديال الناس عالقين في واحد البلد، غندير لهم التحاليل 900 نيجاتيف 100 بوزيتيف، ال 100 البوزيتيف رجع اخويا حتى من هنا جوج سيمانات عاد ولي هذوك 900 شكون اللي قد يخلص؟ غيمشي غدا. 600 قادرين يخلصوا، غادي يجيبوا لهم طياره من اي شركه طيران كيف ما بغات تكون، غتهزهم تجيبهم. الاخرين اللي بقاو هما اللي غتكلف بهم الدوله وتجيبهم مع الخطوط الملكيه المغربيه. يعني هذه مجرد يعني اقتراحات ديال المواطنين، الكلمه الاخيره كتبقى للجهات المسؤوله، ولكن الطلب ديالنا اليوم هو تسريع عملية ترحيل المواطنين المغاربة من أجل طي هذا الملف نهائيا. المغاربة الحاملين للجنسية الكندية، واش كاين شي جديد؟ المغاربة الحاملين للجنسية الكندية راه كاين فول، حديث عن أنه كاين فول ديال اير كندا، الناس اللي هما عالقين في المغرب، القنصلية الكندية في الرباط راه فاتحة مجال التواصل مع المواطنين، تواصلوا معها، تسجلوا عندها في السيت، راه بمجرد ما كيخرج انفول كتواصل مع المواطنين كاملين. انا راه كاع الناس اللي كنعرفهم كانوا حاصلين في المغرب كلهم راهم جاو، ولكن الرجوع كيكون بالفلوس. القنصلية ملي كتجمع واحد العدد ديال الناس غادي ترتب لهم رحلة للعودة. اذا كاين الان حديث عن جوج ديال الرحلات، وحدة ديال اير كندا وحدة ديال الخطوط الملكية المغربية، باقي ما تم الإقرار ديالها، ولكن هناك حديث وترترى بين المواطنين على أنه في القريب العاجل غادي يكونوا على الأقل جوج ديال الرحلات. إذا إذا كنت حامل للجنسية الكندية عالق في المغرب، تواصل مع السلطات الكندية في الرباط وخليك على اتصال بهم، مجرد ما غادي يتم التأكيد على أن الطائرات غادي يجيو راه غادي يتواصلوا معك. المهم باش ما نكثروش ما نضوخوش المسؤولين ديالنا الراس، احنا عندنا هاشتاغ واحد هو ارجاع المغاربه العالقين في الخارج والسماح للمغاربه العالقين داخل المغرب بالخروج من المغرب، باش هذا الملف هذا يتطوى ويصبح في طي النسيان.
هذا هو الملخص ديال هاد الفيديو ديال هاد اللايف ديال اليوم. هذا الطريق كيقول لكم بان لو فول ديال اير كندا غادي يكون لو 13 جويي. اذا الاخ اللي كيسول تواصل مع القنصليه ويرتب معهم عمليه العوده الى كندا. سي طيب اخويا ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال. العدراوي اين يمكن تصنيف الطلبه؟ هل من العالقين ام من المقيمين؟ مع العلم ان ظروف بعض الطلبه اصعب بكثير من العالقين، بل اغلبهم تشرد. واحد الحاله تحكيها لي واحد الصديق، هذه من بين الامور اللي الاداره كتوقع داخل الاداره ولكن ما كيتكلموش عليها، ما تيخرجوش يديروا البوق ويحددوا بها الناس. طالبة مغربية كتقرأ في أوتاوا واتصلت مؤخرا بالسفارة، تكلمت مع الموظفة ديال السفارة قالت لهم يا ودي أنا راني كنقرأ هنا والعائلة ديالي راهم على قد الحال، يعني تقطعوا باش يصيفطوني نقرأ في كندا، ولكن راه ما عندهمش فلوس، يعني ماشي ناس أغنياء، وراه تعصرنا وصلنا للصفر، يعني ما بقاش عندهم ما يصيفطوا لي، وأنا راه ما بقاش عندي ما نصرف هنا، وراني في الزنقه، راني هازه الحويجات ديالي وراني خارج الزنقه، يعني ما عنديش فين غنمشي. السفاره ما عندهاش واحد لو بيدجي باش انها في فاصل الحالات بحال هذه. مثلا غتعيط لهاد البنت وغادي تقول لها اجي انا غنخلص لك الكرا ديال ديالك وغنتسلف ليك ولا غادي نصرف عليك. ولا الموظفه ديال السفاره تلاقات مع هاد البنت وداتها لعندها المنزل ديالها، قالت لها غادي تبقاي فضية، هذه غير موظفة، هذه ما هي لا سفيرة ولا قنصل ولا مدير ديال الخطوط الملكية المغربية، موظفة من الموظفين. لأن بعض المرة كنبقاو كنتكلموا على المسؤولين أو على الإداريين وكأنهم مجموعة من الآلي من الآلات، يعني سي سون دي ماشين، وتنساو بأنهم راهم حتى هما سي دي زيتر أومان. وبعض المرات راه كاين الناس اللي في قلبهم من الطيبه اللي ما كاينش في قلبنا حنايا. اذا الموظفه تلاقات مع هذه السيده وفعلا وقفت على حقيقه ان السيده مقطعه بها السبل ودتها عندها المنزل ديالها، راه جالسه عندها الان. اذا لو اننا كمواطنين يعني مغاربه نتعامل جميعا بنفس هذه الطريقه هذه، ما كان حتى شي طالب مغربي عبر العالم غيخرج الشارع. احنا في بدايه هذه الجائحه كانت طلعت معنا السيده بشراء افاكيان، لان هي اول واحد اثار هذا الموضوع ونبهني ليه، وطلعت معايا في اللايف ووجهت نداء لملك البلاد تقول فيه بان الطلبه المغاربه راهم خرجوا من الجامعات، خرجوا من اماكن السكن لان مخافه ان الفيروس ينتشر ما بين الطلبه، واليوم راه كاينين اللي يتسكعون في الشوارع ما عندهم فين يمشيوا. اذا بعض الاحيان يعني هذه كما قلت يعني كارثه انسانيه لاول مره كنعيشوها، وحتى شي دوله ما كانت مستعده 100% للتعامل معها. راه كل البلاد راه كترقع وكتقاد داكشي اللي عطى الله. برومي فول اير كندا كازا موريال. هادو سي طريق لو 1 سبتمبر، هادو تنظن وقيلا لي فول ريغولي، يعني فوقاش اير كندا غترجع لهذا الرحلات ديالها العاديه. لي فول اير كندا دي اوت سون انيلي. هادو دابا اللي كتكلم عليهم نتايا هما لي فول اوردينير، لي فول العاديين ديال اير كندا اللي تانيلا، ولكن هادو اللي كنهضروا عليهم حنا لي فول دو رابطريمون ديال الناس اللي هما عالقين في المغرب، واللي كيكون بشراكة أو بتعاون مع السلطات الكندية في المغرب، ماشي لي فول يرى تنظن أنيلات على الصعيد الكندي لو أنتيير ديال لي ديستيناسيون. يعني هنايا في لو كيبيك كانوا كيتكلموا على أنه مجموعة من المطارات ديال كيبيك اللي إير كندا حيدتهم لا ليست، ما غتبقاش تمشي ليهم. إذا كي قلت لكم هذه ازمه لاول مره كتضرب وضاربه اكبر الشركات في العالم، ضاربه اكبر الاقتصادات في العالم،
وضاربة الولايات المتحدة بشكل أكبر من البلدان الأخرى، وكل واحد كيحاول أنه يتعامل معها بالآليات المتاحة وبالمعرفة المتاحة لديه. احنا نريد مؤسسات إنسانية، ولو أن هذه الجمعيات، لأن كاين جمعيات اللي كتاخذ أموال كثيرة، كاين جمعيات اللي كتاخذ أموال من المغرب وكتاخذها حتى من كندا وكتاخذها من كيبير، وكاين أشخاص اللي كيعمروا غير أوراق، غير وثائق، غير صفر تحال الكذوب، وكيدخلوا يعني شيك من عند الغوفرنمون فيدرال دي كندا ب 93 ألف، شيك من عند الغوفرنمون بروفانسيال ب 40 ألف، وما عمرو شرا حتى بشنيخه، هذيك اللي كنقيو بها السنان ما عمرو شراها لشي مواطن، ولكن تجي تشوف الاوراق اللي كيراسل بهم لي غوفيرنمون هذا على اساس انه راه تيأدي واحد الخدمات جليله وكبيره وكيعاون الناس وكيوقف وكيدير وكيفعل، وهي غير هضره في هضره. فلو انه يعني فعلا عندنا ناس بحال هذه السيده الموظفه داخل سفاره المغرب في اوتاوا، عندنا ناس بحالها هما اللي كيترأسوا الجمعيات، ما عمرك كنتي غادي تسمع شي مغربي محتاج. سي طارق كيقول راهم كانوا عاطينا لي فول، شوف لي فول اوردينار اوبليسا، ما تعول حتى على شي شركه، لان اير كندا قالت بان الوضع العادي للطيران بالنسبه لها هي كشركه لن يعود الا بعد 3 سنوات، من بعد 3 سنين يلاه غادي تقاد عندها الرحلات الى الامور تمشات مزيان وما بقاش الكوفيد 19، لان غير هاد لو نومبر دو فول اللي دابا تانيلاو راهم زلزلوا الشركه. اذا ما تبقاش جالس كتسنى الفول اوردينير، سالف الفلوس. منين تسمع القنصليه قالت لك كاين واحد لو فول سبيسيال بالثمن الفلاني باش ما كان خلصوا واجي بحالك لكندا، ما تبقاش جالس كتسنى الفول اللي راك شريتي النهار الاول مع اير كندا، راه ممكن تشرف تما والصباط ديالك صغار عليك، راه كبر رجلك تكبر ليك في المغرب وانت باقي كتسنى اير كندا تجيبك. رشدي العياشي، القنصليات المغرب في العالم كامل فيهم باك صاحبي، واش المقاطعات في المغرب ما فيهمش باك صاحبي؟ واش الادارات في المدرسات ما فيهمش باك صاحبي؟ واش داخل العائله ديالكم باك ما كيتعاملش معاكم باك صاحبي؟ كيفضل واحد على الاخر باك صاحبي؟ احنا كمغاربه تنفسناها في الهواء وكبرت معنا، ولكن هذا لا يستثني انه كاين الناس في قلبهم الخير وكيبغيو الخير للمغاربه، سواء داخل الاداره المغربيه او من عامه المواطنين. زين كيقول بانه كاين الناس على الحدود المغربيه ما يحتاجوا لا طائرات لا والو، حلوا لهم غير الحدود. اذا مسؤوليه جسيمه هذه امام السلطات المغربيه. يعني هذا التجربه هذه ديال 300 شخص اللي رجعوا من كندا وحتى شي واحد ما عنده شي اصابه، تنظن بان خصها تتخاد كمرجع اللي يحفز السلطات المغربيه باش انها تفتح الحدود امام المواطنين من اجل العوده. وتنظن بانه كاع اوبير ديكا كاع رجعتي 1000 ديال الناس لقيتي 20 فيهم الكوفيد، راه دابا الان مصانع لقينا مصنع ديال التوتر لقينا فيه 448 ديال الناس ولا 450 ديال الناس فيهم في نهار واحد. اذا ما غاديش نقول راه غادي نزيدوا الخل على الخليل، لا، الامر جد مستبعد، لان انسان عالق في اسبانيا ولا في فرنسا راه بمجرد ما غادي تبان عليه الاعراض راه غادي يمشي للسبيطار وغادي يقابلوه. اذا نتمنى على الله ان خلال الايام القليله القادمه نسمعوا بانه الامور راه تحلات. اون دوا تو نومي مينيستر دي ام ار ام او، ايوا خويا كاينه عندنا دابا السيده الوزيره، راه قبيله زلت واحد زله لسان وقالت بانه تم ارجاع واحد العدد ديال الناس من الولايات المتحده، ومن بعد اتصل بها احد الصحفيين من الولايات المتحده وقالت له بان الامر يتعلق بزله لسان. اذا المغاربه اللي رجعوا من كندا، ما رجعوش من الولايات المتحده الامريكيه.
إذا سيادنا تبارك الله عليكم، وسنبقى متفائلين إن شاء الله إلى أن تمر هذه الجائحة وتولي حتى هي غير معودة من المعودات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.